أعلنت وزارة الاتصالات والتقنية في حكومة النظام استبعاد الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز 10 سنوات من برنامج الدعم الحكومي المخصص لبعض المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، كما استبعدت أيضا أطباء الأسنان ممن مارسوا مهنة الطب لمدة 10 سنوات. سنتوقف مع تفاصيل قائمة المبعدين من الدعم الطويل وأسباب النظام في ذلك، لكن بعد متابعة تقرير رداد لحلح. لا تتوانى حكومة النظام عن إصدار القرارات التي من شأنها إرهاق السوريين رغم الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي يقاسونها، فمن سيء إلى أسوأ يتلظى المواطن السوري بلهيب قرارات النظام، بداية بحصر مخصصاتهم من بعض المواد الغذائية والحاجات الأساسية عبر ما يسمى بالبطاقة الذكية، وصولا إلى رفع الدعم عن فئات محددة تزعم حكومته بأنها لا تستحق. جديد حكومة النظام من استثناءات هو ما أعلنته وزارة الاتصالات والتقانة عن رفع الدعم عن الصيادلة الذي تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 10 سنوات بحسب البيانات الواردة من نقابة الصيادلة، مضيفة أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم تتيح الفرصة لمن يرغب في الاعتراض أن يتقدم باعتراضه إلى منصة الاعتراضات، حيث ستتم دراسة جميع الاعتراضات المقدمة من قبل مختصين في نقابة الصيادلة، ومن ثم سيتم تنفيذ قرار الاستبعاد في حال عدم صحة الاعتراض وفقا للمعيار المذكور. قرار الاستبعاد من الدعم لم يتوقف عند الصيادلة، بل شمل أيضا أطباء الأسنان في معيار جديد، وهو استثناء من مارس مهنة الطب لمدة تجاوزت 10 سنوات. وبحسب وزارة الاتصالات والتقانة، فإن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكن من يرغب في الاعتراض على استبعاده من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين أيضا ولمدة أسبوع من تاريخه، موضحة وكما هو حال الصيادلة أن لجنة من نقابة أطباء الأسنان ستدرس الطلب، وفي حال عدم صحة الاعتراض يتم استبعاد صاحبه من الدعم. قرارات واستثناءات بات السوريون في مناطق النظام رهينة للهيبها، كما يصفون حالهم، حيث لا تزال حكومة النظام تستثني المواطنين من الدعم المتعلق بالمواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، وذلك منذ أن بدأت به في شهر شباط الماضي، رغم الانتقادات التي طالتها، إلا أن مبرراتها كانت عبارة عن مزاعم مفادها إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع، ومنع استغلاله وإيقاف الهدر، وذلك بحسب زعمها. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عمار عز الدين، مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار، وهو معنا عبر سكايب من هاتاي. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما طبيعة الدعم الحكومي الذي توفره حكومة النظام لهذه النقابات المشمولة بقرار رفع الدعم؟ تحياتي لك أستاذ وسيم ولكافة مشاهدي تلفزيون سوريا. بداية، يجب أن نعلم أن الدعم الحكومي هو عبارة عن إمدادات مالية تقدم من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السلاح، إما لصالح صناعة معينة أو لصالح المواطن. ومن أهم السلع المدعومة هي الدقيق والسكر والحليب والكهرباء والمحروقات، وتستهدف الدعم أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. يكون أحيانا دافع الحكومة سياسيا في حال وقوع أزمة سياسية تلجأ بعض الأنظمة إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لإشاعة جو الطمأنينية وتصريف حد الاحتقان القائمي، وهو ما يفسره الاقتصاديين بما يعرف بشراء السلم الاجتماعي. ولكن الحال في سوريا يختلف كليا، فبدل أن تقوم حكومة النظام السوري بزيادة دعمها للمحروقات والمواد الأساسية لخفض الأسعار والوقوف إلى جانب المواطن الذي وصل إلى خط الفقر نتيجة الحرب التي قامها النظام السوري ضد الشعب، عمدت إلى تقليل دعمها واستبعدت فئات من الدعم الحكومي. فاتبع النظام السوري منذ عام 2021 سياسة حسب زعمه وحسب ما ذكر تقريركم أن هنالك فئات سيتم استبعادها من الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وهي ما أطلق عليها وصف الفئات الأكثر ثراء. ما هي المعايير يعني بالنسبة للنظام سيد عمار لاستبعادهم من الدعم الحكومي؟
المعايير التي وضعها النظام للفئات هي أن طبعا وضع عدة فئات بالنسبة التي لا تستحق الدعم، من يملك عقارا، من يكون له سيارة موديل 2008 وما فوق، من يكون له أسهم في شركات معينة. فوضع معايير متعددة جدا، وعطول نحن نحكي شغلة مهمة، النظام يوضع القوانين ولكن يغرق الناس في التفاصيل، وهذا اللي نستنجه اليوم وقت اللي أي شخص بده يعترض. كمان كما ذكر التقرير فمعه مدة أسبوع. اليوم الطامة أستاذ وسيم أنه اليوم النقابات لا تمثل هؤلاء الأشخاص، يعني سواء نقابة المحامين أو حتى نقابة الصيادلة أو حتى نقابة أطباء الأسنان. ففي حال تقدم المحامي بطعنه لاستحقاقه الدعم فلا تكون النقابة في طرف هذا المحامي، سواء يعني نقابة المحامين أو الأطباء أو حتى الصيادلة، وإنما في طرف الحكومة، لأنه من يسيطر على هذه النقابات هي بالأصل يعني حزب البعث العربي الاشتراكي والمتنفذين والواصلين للقرارات. لذلك فالطعن لا جدوى له، وسوف يستبعد هؤلاء الشرائح من نسبة للدعم. الطعن يعني لا جدوى له ولا فائدة منه بسبب يعني الشروط الموضوعة من أجل تقديم الطعن، أم لأسباب أخرى تتعلق كما تحدثت لأسباب يعني وجود حزب البعث وتحكمه وتفاصيل أخرى بعيدا عن النقابات؟ أستاذ وسيم، تتعلق بالسببين اللي ذكرتهم حضرتك، وبالإضافة والأهم من هذه الأسباب جميعا أنه بتاريخ 27/11/2021 تم تسريب وثيقة دراسة لتقسيم الشعب السوري إلى شرائح، وذلك بتصريح من رئيس الحكومة حسين عرنوس بالشهر 11 لعام 2021 أن 25% من السوريين سيكون خارج هذه الشريحة. وبينما بدأت وزارة الإدارة المحلية، وهون الخلل اللي صار بعد أيام من تصريح العرنوس بالإرسال إلى المحافظين لإرسال الفئات اللي هي مستثنات من الدعم، وقت اللي بتطلع الحكومة بتصرح أنه 25% من الفئات هي اللي يعني بتحدد النسبة مسبقا، فهذا بيعني بالضرورة أنه وضعت هاي الشروط وفرضت على الحكومة وضع شروط مناسبة تتيح إخراج 25% من السوريين من الدعم. وهذا اللي نحن بنشوفه، نفس الوثيقة المسربة نحن إذا بنرجع إلى بنلاقيها فعلا شامل أطباء الأسنان، شامل المحامين، شامل الصيادلة. فتحديد النسبة مسبقا فرض على الحكومة وضع شروط معينة بحيث أنه تستثني فعلا نسبة 25% اللي موجودة. هلأ في حال كان قرار سحب الدعم من بعض الشرائح فعال في حال توزيعه لمن يستحق، ولكن القرارات عم تكون عشوائية. يعني اليوم مثل ما شرحنا بالأصل ما في نقابات تمثل هاي الناس بشكل صحيح، إذا بس عم نحكي بموضوع النقابات. بالإضافة منلاقي كتير حالات وذكروا يعني تقريركم وأكثر من موقع إخباري، فعم يكون فيها ناس فعلا لا يعني لا تملك الشروط لحتى ينسحب عنا الدعم، فبيتفاجأ أنه إما في اتهام أنه في سيارة باسمه أو في عقار باسمه. وحتى إذا قام وتقدم بالطعن فهذا الطعن يعني كلنا نعرف أنه بالنهاية الدولة أو الحكومة السورية متغرغل فيها الفساد والرشوة، فمدة الأسبوع أولا غير كافي بالنسبة لإثبات حقه باستحقاق الدعم، وبالإضافة بظل الفساد والرشوة فهو بالنهاية ما رح يقدر يحصل على الشيء، بالإضافة لخطورة سحب الدعم حسب الوثيقة، وهي ناحية كثير مهمة رح ننوه لها عبر شاشتكم الكريمة. اليوم صرح وزير التجارة والداخلية وحماية المستهلك عمر عمرو سالم وقال أنه فقط المتعطلين عن العمل وأصحاب الحد الأدنى من الأجور والأسر الهشة اقتصاديا. اليوم نحن حسب يعني إذا نجي نشوف الحد الأدنى للأجور حسب مرسوم الأصدر نظام الأساد فهو 71,515 ليرة، أي ما يعادل 28 دولار تقريبا. هلأ نحن إذا بنعمل أو نشوف الإحصائية المتعطلين عن العمل بحسب المجموعة الإحصائية المركز إحصاء الصادر عام 2020 نحو 1,680,000 مقابل 3.7 مليون مشتغل. واستنادا لتوزيع المشتغلين الموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو حتى بالقطاع التعاون المشترك على أساس الشهادي أعلى من الابتدائي، فإنه عددهم بكون 2,160,000، في حين يبلغ عدد موظفين من شهادة ابتدائية أو أقل 1,540,000. وبالتالي وهي ناحية كتير خطيرة، في حال تم شمل الدعم لاحقا للمتعطلين عن عمل مع أصحاب الحد الأدنى فقط للأجور سيكون عدد المستفيدين 3,220,000، وسيفقد نحو 2,160,000 مليون موظف
حقه في الدعم، وهي ناحية النظام عم يسألها لحتى يكمل النسبة المئوية في إخراج 25% من شرع الشعب، وستشمل المرحلة اللاحقة الموظفين اللي هن ما بالحد الأدنى من الأجور. طيب إذا كان يعني قرار رفع الدعم يتم بشكل عشوائي كما تتحدث، ما هي الآثار المترتبة على الناس الذين يعيشون في مناطق النظام؟ هلا استاذ وسيم، في عنا عده اثار. اول شيء رفع الدعم الحكومي من شانه ان ينعكس بالسلب على العمله معدلات التضخم في البلاد، ونتوقع نحن حتى القطاعات الاخرى كقطاع الصحه سوف يشملهم رفع الدعم عنه. اثنين، يسعى النظام، وهي ناحيه كثير مهمه، في رفع الدعم لتحقيق 3 اهداف. اول شغله، حكومه النظام تريد القول للصندوق الدولي ان نعيد بناء الشبكات الاجتماعيه لتشجيع على تقديم قروض ماليه، يعني عم تخاطب الصندوق الدولي لحتى تحصل على قروض ماليه. الناحيه الثانيه، وهي مربوطه بموازنه 2022 والعجز الذي شهدته ميزانيه النظام السوري اللي في عام 2021 بمبلغ اجمالي قدره 5.3 مليار دولار مع تخصيص نحو نصف اعتماداتها للدعم الاجتماعي. والناحية الثالثة، حكومة النظام السوري لم يعد بيدها أي حلول، وبالتالي تسعى لمواجهة الصعوبات القادمة بعد فقدان الأمل من تحجيم قانون قيصر، والأهم حصدها لنتائج الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة التي رهنت فيها مدخرات البلاد وثرواته للروس والإيرانيين مقابل بقاء هذا النظام على حساب قوت الشعب السوري. فهذه نتيجة طبيعية لوجود هذه الحالات. فرفع الدعم ولو كان جزئياً سيؤدي إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، وسيرتفع معدل التضخم، ورفع الدعم في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطن وانعدام الأمن الغذائي سيكون له أثر وتداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، حتى سوف تفوق كلفة الدعم في المستقبل. نعم، وهل تعتقد أن يعني هدف النظام من رفع الدعم سيتحقق في الفترات القادمة؟ طبعا استاذ وسيم، يعني اليوم النظام طبعا بس من ناحيه صندوق الدولي ما راح ياخذ قرض لانه في عليه عقوبات، ولكن باقي الامور سوف يتحقق، لانه اليوم ميزانيه النظام تعاني من عجز، وعجز كبير. وبالنهايه نحن كلياتنا بنعرف انه هذا النظام ما بهمه المواطن السوري ولا بهمه المعيشي، والاهم هو اصدر قوانين تكبل المواطن السوري من الاحتجاج. يعني اليوم قانون جريمه المعلوماتي رقم 20 لعام 2022، اي واحد حديثنا هلا انا وحضرتك يسبب او يوقعنا بجرم اخلال بهيبه الدوله الماليه، فهذا الشيء بحد ذاته بمناطق النظام فرض عليهم عقوبات وغرامات جزائيه، حتى المواطن المعرض لكل هاي الظروف اللي حكينا فيها ما فيه يعترض، لانه بالنهايه راح يلاحقوا جزائيا، واللي تبعوا بهذا هو تكميم الافواه ومصادره الحريات حتى يكون في استعباد لهي الناس في مناطق النظام بشكل كامل. أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار عمار عزدين، كنت معنا من هاتاي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. ويبقى السؤال في المشهد، ما دور النقابات، نقابة المهندسين والمحامين وأطباء الأسنان وغيرهم من قرار النظام؟ أما الآن فإلى ملفنا الثالث وخيارات السوريين في لبنان للهرب منه.